بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في هذا الفيديو اللي هنقدم فيه موقع من مواقع الذكاء الاصطناعي المساعد في الحصول على المادة العلمية. مفيش شك إن مش كل واحد فينا عنده صلاحية إنه يدخل على بنك المعرفة أو يصل إلى بعض المواقع اللي فيها كتب أو فيها أبحاث أو فيها كلام ده. موقعنا النهاردة موقع بيستخدم بصورة مجانية تماما، الموقع ما بيتطلبش منك حتى تسجيل زي ما انت شايفين واجهة الموقع. كل اللي مطلوب منك هو انك تكتب انت بتبحث عن ايه، يعني زي ما انت شايفين بيقول لك ديسكفر، اكتشف ملايين الكتب. هنكتشف ملايين الكتب والتوتوريال زي طبعا المواقع التعليمية والاشياء التعليمية، التقارير، المستندات، كل ده باستخدام الـ AI Powered Search، يعني البحث المدعوم والمساند باستخدام الذكاء الاصطناعي. السؤال، هل الموضوع بيدعم اللغة العربية؟ أكيد بيدعم اللغة العربية. يمكن الميزة طبعا انه بيقدم زي ما انتم شايفين كتب واشياء مختلفة. طب تعال نجربه كده مع بعض. كل المطلوب منك انك تكتب انت بتدور على ايه. نفترض انا مثلا لو ببحث عن حاجة اسمها استراتيجيات ما وراء المعرفة، عايز اعرف ايه الابحاث او ايه الكتب، هل ممكن احصل على كتب وكتب الكترونيه والكلام ده؟ خلينا نشوف. كل احنا بنضغط على علامه سيرش هنا ونبدا ننتظر. زي ما انتم شايفين ما انتظرناش ثواني. المشكله في حجم ما تم الحصول عليه زي ما انتم شايفين 30,000 نتيجه، ده حجم كبير جدا على البحوث. برضو لاحظوا حضراتكم، خليني اعمل كده زوم شويه علشان حضراتكم تقدروا تشوفوا معايا الجزء اللي هنا ده. كده هنا بيتكلم جورنال اي كي بي، وده معناه ايجيبشن نوليدج بانك، بنك المعرفه المصري. ده موجود فيها تحت منه برضو طبعا دي مجلات في بنك المعرفه المصري. كل دي مجلات ممكن احصل عليها؟ طبعا ممكن تحصل عليها بمنتهى السهوله. كل اللي بتعمله حضرتك بتضغط على الرابط بتاع الحاجه فياخدك مباشره الى الموقع او الى المستند، اثر برنامج قائم على استراتيجيات ما وراء المعرفه على تنميه مهارات التفكير الناقد، جامعه الملك عبد العزيز، وكل الكلام اللي حضراتكم شايفينه ده. اذا الموقع طبعا عايز ارجع تاني، ما تقفلش الصفحه ديت، ما تحاولش تقفلها، حاول ترجع كده عشان ما تضيعش شغلك، عشان ترجع مره تانيه وتكون هنا هذا الشكل، هذا المنظر اللي قدام حضراتكم. فعاليه برنامج قائم على استراتيجيات المعرفه، وهنا طبعا يعني الصوره ومعمول بطريقه المناسبه، يعني الريليفانس، مش الديت، ما يهمنيش الحداثه ان حاجه تكون حديثه، اكتر ما يهمني انها تكون الحاجه مناسبه لموضوع البحث بتاعي. لاحظوا الايقونات المختلفه، يعني هنا بتجد ايقونه رساله ماجستير ودكتوراه، هنا بتجد المجلات، بتجد حاجات بهذا القبيل زي ما انت شايف، وبعض الحاجات بتبقى كتب. هل ممكن الاقي كتب؟ طبعا فعاليه، طبعا الحاجات دي كلها فعاليه استراتيجيات، جورنالز، فتعرف انك انت موجود في مجلات وطبعا تبع بنك المعرفه المصري. لكن في حاجات تانية كتيره جدا 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 ممكن حضرتك تحصل عليها. هنا فعاليه استراتيجيات، طبعا مجرد ضغطه بسيطه بياخدك مباشره للحاجه، يا اما بيحملها مباشره زي ما انت شايف كده، فعاليه استراتيجيات ما وراء المعرفه في تنميه بعض مهارات التفكير الابداعيه واثرها على التفكير فوق المعرفي، وزي ما انتم شايفين بهذا. عايزين بس نشوف نجرب هل ممكن يكون في كتب ولا هي بس مجرد مجلات. يعني برضو لو خدتوا بالكم حضراتكم هنا استراتيجيات ما وراء المعرفه في فهم المقروء، وهنا يعني ده كتاب. خلينا برضو نضغط عليه ضغطه كده، المحتويات مقدمه والفصل الاول، عشان بس تقدروا تعرفوا من هنا اذا كان ده كتاب ولا لا. الفصل الأول بيتكلم على موضوعات معينة، كل الكلام ده هو قابل لإن أنا أحمله بصورة مجانية، مع ملاحظة إن أنا بروح على اسم الكتاب وضغطة كده بسيطة وأنتظر لغاية لما هيبدأ يحمل الكتاب. طبعا لو كان كتاب حجمه كبير قد ياخد وقت طويل شوية، مش عايز أقول طويل يعني ساعات، يعني لا، بنقصد بيها ممكن يكون دقائق معدودة من دقيقتين لثلاثة حسب سرعة النت عندك. زي ما حضراتكم شايفين اتحمل الكتاب استراتيجيات ما وراء المعرفة في فهم المقروء، وادي دار النشر والطباعة، وكل ده بقى فهرس المحتويات 250 صفحة، يعني حوالين استراتيجيات ما وراء المعرفة. ويمكن الناس المهتمية ببحث مواضيع او كده، طبعا كل الكلام ده بتبقى برضو بأكد على انك عايز ترجع، ارجع من هنا
ما تحاولش تقفل الصفحه، لان فيديو صفحه كل اللي انت عملته دوت هيبقى يروح. مش عايز اكد بقى عليه ان كمان لو كان الموضوع باللغه الانجليزيه هيبقى اكتر من الكلام ده بكتير بكتير جدا. توضيح بسيط الى انك انت لو انت عايز المصطلح يكون موجود ككلمه كامله حاول تحطه ما بين علامتين تنصيص، يعني بهذا الشكل كوتيشنز هنا وهنا، علشان خاطر يعني تحصل على الاشياء المرتبطه بموضوعك. شوف هنا بقى 142 من غير علامات التنصيص ديت، من غير علامات الكوتيشن او اللي انا حطيتها ديت، هو بيبحث. لو انا قلت له كده ابحث بيجيب لي 24000. اذا ايه الفرق؟ الفرق ان انت بتبحث على المصطلح متكامل. لو عايز كلمة استراتيجيات ما وراء الايه؟ ما وراء المعرفة، بس كنت بتبحث عن مصطلح معين يفضل انك انت تبحث عنه بهذه الطريقة. في برضو امر مهم، افرض ان انت عايز عنوان فيه مصطلحين مع بعض. يعني عايز كلمة مثلا استراتيجيات ما وراء المعرفة، او خلينا نجرب كلمة او معاها كلمة تنظيم الذات. فممكن ان انت لو انت عايز المصطلح ده لوحده كده تكون جاي حاطه ما بين علامات تنصيص كده اهوت، تمام؟ طبعا احنا شفنا لو استخدمنا هنا بيقول لي 10000، لو انا جيت قلت له بس استراتيجي بيقول لي 142، تمام. طب افرض عايز كده ده او حاجه تانية، على اساس ان ايه؟ ان انا عايز كلمه استراتيجيات ما وراء المعرفه، او مثلا مع او كلمه او بنحط معاها العلامه ديت، العلامه الشرطه الواقفه ديت، ودي غالبا بتبقى يعني في الكيبورد من جهه اليمين كده تحت بقى او جنب كلمه انتر كده مباشره. حط معاها ما بين علامات تنصيص مثلا تنظيم الذات. معنى الكلمه ديت معناها انا عايز الابحاث اللي فيها استراتيجيات ما وراء المعرفه او فيها مصطلح تنظيم الذات مثلا. فهنا في الحاله دي انا ببحث، طبعا جاب لي 6000 فعليه الدرجه لتنميه مهارات تنظيم الذات، تنظيم الذات وعلاقته بكذا. اذا هو جاب لي ما بين حاجتين، ما بين تنظيم الذات او فيها حاجه كلمه استراتيجيات ما وراء المعرفه. طب لو انا عايز حاجه جمعت ما بين الاثنين، فهنا هختار كلمه اند، وكلمه اند ممكن احطها بالعلامه الاضافه، ايوه اللي هي العلامه دي كلمه اند، وممكن تكتب كلمه اند باللغه يعني تكتبها عادي. طبعا واضح ان ممكن احيانا مش هلاقي حاجه، هنا بيقول لي 17، يعني هنا معناها ان لقى كلمه المصطلحين دول مجتمعين مع بعض في 16 بحث. في 16 بحث هنا فعليه طريقه تدريس قائمه على بعض سد المعرفه وما وراء في تحسين تنظيم الذات مثلا. فاذا انت لو انت عايز حاجه، هل يا ترى كلمه اند باللغه الانجليزيه مش شويه، معلش يعني كلمه اند دي هتؤدي ل 17، هل دي هتؤدي نفس الكلام؟ يبقى ممكن او كلمه اور او كذا، فاهمني ازاي؟ فاذا انت لو انت بتبحث عن مصطلحين عايزهم مع بعض ممكن تبحث عنهم بهذه الطريقه. إذا كنت عايز مصطلحين طبعا استراتيجية ما وراء المعرفة أو تنظيم الذات أو كده، لو أنت عايزهم الاثنين مع بعض في نفس المصطلح. لكن لو كلمة أور أو هو هيبحث عن ده أو ده، فطبعا هيكون الفرق كبير جدا ما بين 17. خلينا بس لا نرجع، شكلها كلمة أور مش شغالة كده. لو أنا رجعت مرة تانية اللي هي العلامة اللي إحنا قلنا عليها دي كده، تمام، إحنا عايزين الاثنين كده، خلينا نجرب. 6960 ده او ده هوت، يا ده او ده. فاذا لو انت عايز بقى الحاجه في العنوان فقط، لو انت عايز الحاجه في التكست فقط، كل الكلام ده كله ممكن نبقى نتكلم عليه، بس عشان ما نطولش الفيديو عن كده. بس لو انت بتدور على مصطلحين حاول تستخدم العلامه ديت، علامه البيب، بيسموها بيب، هي معناها كده كانه عصايه كده واقفه، ده معناها اور، ده او ده. عايز تستخدم كلمة، لو استخدمت كلمة العلامة ديت اللي بيسموها يعني اد و، دي من لغة بعض البرامج الكمبيوتر معناها و، يا ده وده. وده طبعا لو انت عايزهم الاثنين يكونوا موجودين في بحث واحد، عشان كده كان العدد قليل قوي 17 ما بين العدد الثاني الكبير. اتمنى برضو ان يكون في طبعا اوامر تانية كتيرة، يعني ممكن تسأل لك لو انت عايز تجمع ما بين اكتر من حاجة، لكن خلي بالكم من علامات التنصيص لانه بيحددك في الموضوع ده. لكن من غير علامات التنصيص هيجيب لك اي بحث في كلمة استراتيجيات
واي بحث في كلمه ما وراء واي بحث في كلمه المعرفه. انا مش عايز كده، انا عايز اكسبريشن على بعضه يبقى كده يتحط ما بين علامات تنصيص، عايز مصطلحين حط بينهم كلمه اند يبقى عايزهم الاثنين مع بعض، او عايز كلمه البيب اللي هي الخط الاعصار الواقفه دي يبقى هتستخدم او معناها ده او ده. وطبعا هيفرق كتير شايفين ما بين 17 وما بين العلامه الثانيه اللي هي علامه البيب ديت 6700 وكذا. طبعا ده فرق كبير جدا لانه بيبحث عن بحث في الكلمه دي او في الكلمه ديت، يا ديت يا ديت. طبعا لو انا اخدت دي مثلا لوحدها كده شايفين 142 فقط، 142 لان انا عايزها كلمه على بعضها، عايزها مصطلح على بعضه، مش عايز كلمه ما وراء لوحدها والمعرفه لوحدها واستراتيجيات لوحدها. أتمنى برضو يكون الفيديو وهذا الموقع المجاني اللي مليان بمليء ملايين الكتب والحاجات المتاحة والمفتوحة وإلى آخره ممكن يفيد حضراتكم. يعني طبعا إذا كنت أنا جربته في العربي فأكيد أكيد أكيد هو في اللغة الإنجليزية هيدي آلاف النتائج. أتمنى لكم جميعا السلامة والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.